ميوعوا الناس للمنطق، انه مش منطق الحكي عن اقليات موجودة ببلد ما عنا ولا شي. ان عنا انه في شمسية فوق راسنا ونحن عرات، هاي مش شعارات يفكروا فيها شوي الناس. ما عندي بلد، ما عندي بنية تحتية، ما عندي شي، جايين يحكوني بيجيبوا العيلة والولاد وزبائنية سياسية وخدمات ويمين وشمال، بيستغلوا السلطة والدولة بمؤتمرات بالعالم كله، وبالاخر شو بيطلع للناس؟ ولا شيء. عم بينبشوا وين بدهم يهربوا ولادهم، كيف يهربوا من جهنم اللي حولوا أحلى بلد، حولوه بالتلوث والجي والوسخ لجهنم.